السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية. معكم عبد الله الحلفي. إن شاء الله اليوم رح نشرح درس المخاريط الحرارية والاتزان الحراري. نبدأ بأول موضوع في الدرس، المخلوط الحراري. المخلوط الحراري مبين من اسمه، مخلوط هو اختلاط من مادتين، يعني بيكون عندي مادتين أنا خالطهم مع بعض، أو تلامس جسمين مختلفين في درجة الحرارة. يعني إما إني بخلط مادتين مع بعض بتكون هاي المادتين مختلفات في درجة الحرارة، أو إني بلامس جسمين مختلفين في درجة الحرارة. وإحنا عرفنا إنه من الدروس السابقة إنه الجسم الحرارة اللي إله حرارة أكثر أو الحرارة أعلى هو اللي بفقد، واللي بيكسب الجسم اللي إله حرارة أقل. يعني يفقد الجسم ذو الحرارة الأعلى كمية من الحرارة، وفي المقابل يكتسبها، يعني نفس الكمية اللي فقدها الجسم اللي له درجة حرارة أعلى بيكتسبها الجسم اللي له حرارة أقل. طيب إحنا في إيش بنخلط مثلا المخاليط الحرارية؟ وين بنخلطها؟ وين بتكون موجودة؟ في وعاء بنسميه أو إناء بنسميه المسعر. طيب المسعر هو إناء خاص معزول حراريا يستخدم لاحتواء المخاليط الحرارية. يعني أنا بيكون عندي إناء، تمام، هذا الإناء بيكون فيه المخلوط أو المادتين اللي أنا بدي أخلطهم، وبنفس اللحظة بيكون هذا المسعر أو الإناء معزول حراريا. طيب عندي نوعين من أنواع الأنظمة الحرارية. عندي أول نظام، النظام المغلق، هو نظام معزول عن الوسط المحيط الذي لا يحدث فيه تبادل حراري بين النظام والوسط. مثلا مثل الطنجرة ما بيكون فيها يعني تبادل حراري بين ما داخل الطنجرة وما خارجها، تمام، هذا بنسميه نظام مغلق. أما النظام المفتوح هو نظام يسمح بتبادل الطاقة الحرارية بين المكونات المخلوط والوسط المحيط. نيجي هون عندي نظام حراري مغلق ألف، نظام حراري مفتوح في باء. طب نظام حراري مغلق، نظام الحراري المغلق، لاحظ لي هون في هذا الشكل، كان عندي هون المحيط او الوسط مغلق، ما في من برا قاعد بيجي انتقال حرارة او قاعد بيطلع. هون عندي جسمين داخل هذا الوسط المغلق او النظام المغلق، عندي هون جسم ساخن جسم بارد، تنتقل الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. عرفنا هذا الشيء من الدروس السابقة. طيب هون بما أنه ما في ضياع في الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، ما في وسط ثالث قاعد بتدخل، معناها كمية الحرارة المفقودة تساوي لنا كمية الحرارة المكتسبة وما بيكون في ضياع. أما في النظام الحراري المفتوح حيكون في ضياع. لاحظ لي هون عندي جسم بارد جسم ساخن، احنا نعرف انه الحرارة تنتقل من الساخن من الجسم الساخن الى الجسم البارد. هون لانه مكشوف والنظام مفتوح راح يكون في الوسط المحيط. الوسط المحيط شو يعني الوسط المحيط؟ الوسط المحيط اللي هو الهواء، الرطوبة، درجة حرارة الغرفة وما الى ذلك. هون راح تصير انتقال من الجسم الساخن للوسط المحيط، وراح يجي من الوسط المحيط ايضا للجسم البارد درجة حرارة. فعشان هيك راح يصير عندي ضياع في الطاقة أو ضياع في كمية الحرارة. عشان هيك هون كمية الحرارة المفقودة لا تساوي كمية الحرارة المكتسبة. نيجي الآن على الاتزان الحراري. الاتزان الحراري تعريفه هي الحالة التي تتساوى فيها كمية الحرارة المفقودة من الجسم مع كمية الحرارة المكتسبة. وعرفنا الاتزان الحراري وين بصير؟ بصير بس في النظام المغلق. ليش؟ لأنه في النظام المغلق بس بتكون كمية الحرارة المكتسبة تساوي لنا كمية الحرارة المفقودة، مما يؤدي إلى ثبات درجة حرارة الجسم وتساويها مع الوسط المحيط به والأجسام الملامسة له. طيب لما يصير عندي اتزان حراري، الجسم الساخن والجسم البارد واحد يكسب واحد يفقد، اثنين هم في النهاية راح يتساوي في درجة الحرارة. يعني اذا كانت درجة حرارتهم اثنين هم مثلا واحد 50 واحد 100، في النهاية راح يوصلوا لمرحلة
يوصل فيها الجسم الأول 75 والثاني 75 وبتتساوي درجة الحرارة هون بنسميهم اتزان حراري. طيب كيف بيحصل الاتزان الحراري بين الجسم والوسط المحيط به في النظام المفتوح؟ هل ممكن انه يكون في عندي اتزان حراري بين الجسم والوسط في النظام المفتوح او لا؟ خلينا نشوف. الان انا عندي هاي لو كاس من الماء، تمام، كاسة مي، درجة حرارة كاسة المي 40 سلسيوس، تمام، واحنا بنعرف انه درجة حرارة الغرفة تمام 25 سلسيوس. لو خلينا هاي الكاسة على طاولة في الغرفة تمام مكشفينها، عشان هيك صارت نظام مفتوح، لو كانت لو ما كنا مكشفينها ومغطينها راح تكون نظام مغلق. طيب كشفناها وخلينا هالكاسة المي درجة حرارتها 40 سلسيوس، راح تستمر الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى درجة حرارة إلى الأقل درجة حرارة، يعني من كاسة المي راح تنتقل درجة الحرارة للغرفة للوسط المحيط إحنا بنسميها مثل هو الهواء، أيضا راح تنتقل للوسط الطاولة الموضوع عليها الكأس اللي أنا مخلي الطاولة اللي مثبت عليها الكأس، حتى تصبح درجة حرارة الكأس 25 سلسيوس، يعني حتى راح تظلها تنزل درجة الحرارة و25 سلسيوس تبع درجة حرارة الغرفة بتثبت لي درجة حرارة المي إلى 25 سلسيوس. هيك هون بصير عندي اتزان حراري بين الكاس والمحيط الوسط المحيط بالكاس من دون ما ترتفع درجة حرارة الوسط، يعني احنا بنعرف انه واحد بيكسب واحد بيفقد، يعني راح يصير في عندي تغير في درجة الحرارة للاثنين للجسمين، الجسم الاول اللي هو الكاس والجسم الثاني اللي هو الغرفة. لكن هون شوف لاحظني شو كمية الحرارة الموجودة في كاسة المي بالنسبة لكمية الحرارة الموجودة في الغرفة. صح انه درجة حرارة الغرفة 25 سلسيوس اقل من الاربعين بخمستاعش، لكن هذا لا يعني انه لازم تقل او تزيد درجة حرارة الغرفة لانه والله كاسة المي يعني فقدت. لا بحكي ليش؟ لانه كمية الحرارة المنتقلة من الكأس اللي هي من الكاسة للوسط المحيط قليلة جدا بالنسبة او مقارنة بكمية الحرارة الموجودة في الوسط. نيجي على فكر صفحة 56، حكي تأمل الشكل 6 الى 20 ثم فسر سبب اختلاف درجة في درجة الحرارة المزيج الناتج في الحالتين. عندي الحالة الاولى هون في عندي كحول وفي عندي ماء، وفي الحالة الثانية عندي ماء وماء. طيب ماشي، نيجي على الحالة الاولى. الحالة الأولى عندي كحول 66 سلسيوس و 38 سلسيوس، واحنا بنعرف انه لما نخلط المخلوطين مع بعض المخاليط الحرارية نجمع درجتين الحرارة نقسمهم مع 2 راح يطلع عندي الاتزان الحراري هي درجة حرارته ناتجة. طيب هون جمعنا 66 و 38 قسمها على 2 طلعت عندي 46.7 سلسيوس. بنحكي في الحالة الأولى كان المزيج مكون من كحول وماء، والحرارة النوعية للكحول أقل منها للماء، تمام؟ عشان هيك انخفضت درجة حرارة الكحول تمام كثير. ليش؟ لأنه أصلاً الحرارة النوعية إلها للكحول أقل من الماء، عشان هيك انخفضت بسرعة أكبر. أما درجة حرارة الماء فإنها بتزيد لكن بمقدار قليل جدا. أما في الحالة الثانية عندي هون مي وهون مي، 1.38 سلسيوس 1.66. طيب لو نجمعهم مع بعض ونقسمهم على 2 راح يطلع عندي 52 سلسيوس. بيكون انخفاض درجة حرارة المي الساخن تمام اللي هو هذا الأول نفس درجة ارتفاع درجة حرارة المي البارد. إذا هون 66 زائد 38 تساوي لنا فعلا 52 تمام اللي هي 104، لكن هون 66 زائد 38 لا تساوي لنا 46.7. ليش صار هون اختلاف بينهم؟ حكينا لأن هون كحول وهون مي، كحول ومي، أما هون مي ومي، يعني
هون عندي في اختلاف في الحرارة النوعية، ولما تختلف الحرارة النوعية للمادتين رح يختلف عندي الارتفاع الفقد والكسبان لدرجة الحرارة أو لكمية الحرارة. أما هون في المي بما أنهم من نفس المادة فكمية الحرارة المفقودة هي نفسها كمية الحرارة المكتسبة. هون في النظام المغلق بتكون الطاقة الحرارية داخل النظام محفوظة، يعني في النظام المغلق حكينا ما في تبادل حراري بين ما داخل النظام وما خارجه. ليش؟ لأنه مغلق، الوسط المحيط ما بيأثر عليه، فعشان هيك بتكون كمية الحرارة المفقودة هي نفسها كمية الحرارة المكتسبة. نيجي على مثال 6.6 صفحة 57، حاكي لي نظام حراري مغلق مكون من مسعر نحاسي فيه 150 غرام من الماء البارد. طيب إذا كتلة الماء البارد، ماء بارد تساوي لنا 150 غرام، احنا عرفنا انه لازم نحولها لكيلو غرام. ليش دائما بنحولها لكيلو غرام؟ لانه اصلا في القانون معطيني اياها لازم تكون وحدتها في الكيلو غرام، فانا بدي احولها فبقسم ال 150 على 1000 لانه الكيلو في 1000 غرام. طيب بتصير عندي 15% كيلو غرام. بكمل حاكي لي عند درجة حرارة 10 سلسيوس، إذا درجة الحرارة الأولى هي 10 سلسيوس. طيب أضيف إليه 100 غرام من الماء الساخن، إذا كتلة الماء الساخن تساوي لنا 100 غرام، إذا 100 على 1000 وتساوي لنا 1/10 كيلوغرام. بكمل درجة حرارته 80 سلسيوس، طيب هيدا الاثنين تساوي لنا 80 سلسيوس. طيب هاي دال واحد بالنسبة لمين؟ بالنسبة للماء البارد، وهاي دال اثنين بالنسبة لمين؟ بالنسبة للماء الساخن. شو بده هو؟ بده مهملا تأثير المسعر في الاتزان الحراري احسب درجة الحرارة النهائية للمزيج، يعني بده ياني مهملا تأثير المسعر في الاتزان الحراري، يعني بده ياني احسب عند الاتزان درجة الحرارة النهائية للمزيج، يعني كمية الحرارة المفقودة تمام تساوي لنا كمية الحرارة المكتسبة. طيب كمية الحرارة المفقودة شو بتساوي لنا؟ طبعا هاي المفقودة لمين؟ مين اللي بيفقدها؟ اللي هو الماء الساخن، والمكتسبة الماء البارد. هون القانون معروف اللي هو الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال تساوي لنا نفس الشيء كاف ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال. طب هسا للماء الساخن كم كتلة الماء الساخن؟ 1/10 ضرب الحرارة النوعية بنعرفها 4200، بس رح نخليها لأنه نفس المادة ماء وماء، ما في عندي مادة ثانية، ضرب دلتا دال. الآن دلتا دال اللي هي دال 2 ناقص دال 1، عندي دال 2 إذا 80 ناقص دال 1. ليش ما أخذ دال 1 هاي؟ لأنه هاي خاصة للماء البارد مش للماء الساخن. طيب تساوي لنا كتلة الماء البارد اللي هي 15% ضرب الحرارة النوعية هي نفسها 4200 ضرب دلتا دال. الآن دلتا دال هون اللي هي دال 2 ناقص دال 1 اللي هي 10. طيب هو بده يعني اوجد هاي درجة الحرارة النهائية، فلو انا اشطبت الواحد اشطبت الاثنين فرضت انها دال، خلاص هي راح تكون دال هي الحرارة النهائية للمزيج. طيب حاء النون مع حاء النون بتروح، بظل عندي هون بضرب الواحد بالعشرة بالقوس، واحد بالعشرة ضرب 80 بتساوي لنا 8 ناقص الواحد بالعشرة دال تساوي لنا نفس الشيء، بدخل 15% على القوس بتصير عندي 15% دال ناقص 15% ناقص 10 اللي هي 1
ونص. بكمل الآن شو بدي أعمل؟ بخلي المجاهيل جنب بعض والأرقام جنب بعض. مين هو المجهول؟ اللي هو دال. طيب بنقل الواحد ونص الطرف الآخر وبجيب الواحد بالعشرة دال. طبعا بأخذها طبعا هاي مع الإشارة وهاي مع الإشارة، بتصير عندي هون 8 زائد 1.5 تساوي لنا 15 بالعشرة دال زائد 1 بالعشرة دال. 8 زائد 1.5 9.5 تساوي لنا 15% زائد 1 بالعشرة اللي هي 25% دال على 25% على 25%، هاي مع هاي بتروح، بظل عندي دال تساوي لنا 9.5 على 25% وتساوي لنا 38 سلسيوس. إذا هذه هي درجة المخلوط النهائي أو المزيج النهائية. نيجي على مثال 6-7 صفحة 58، حاكي لي كمية من الماء كتلتها 75 غرام ودرجة حرارتها 72 سلسيوس. طيب خلينا أنا أكتب المطاريب أو الشيء أو المعطيات. عندي كمية من الماء يعني كتلة الماء تساوي لنا 75 غرام وتساوي لنا 75 على 1000 وتساوي لنا 75 بالألف كيلوغرام. طيب بكمل حاكي لي ودرجة حرارتها 72 سلسيوس، يعني درجة الحرارة الثاني للماء تساوي لنا 72 سلسيوس. وضعت في مسعر من الألمنيوم المعزول درجة حرارته من الداخل، ها درجة المسعر من الداخل 29، يعني هي درجة الحرارة الأولى، لسه أنا ما عملت فيها إشي، يعني درجة الحرارة الأولى للمسعر تساوي لنا 29 سلسيوس. فاتزن النظام عند درجة حرارة 64، يعني اثنينهم صارت درجة حرارتهم 64، يعني درجة الحرارة الأولى تساوي لنا 64 سلسيوس هون للماء، وهون درجة حرارة الثانية للمسعر تساوي لنا 64 سلسيوس. هون اتزن النظام فصارت رجعت درجة الحرارة، كانت 72 صارت 64، هون كانت 29 صارت 64، تمام؟ أو عفوا هون كانت 64 صارت 72 مع الاتزان، وهون العكس. طيب احسب واحد بده كمية الحرارة التي فقدها الماء. طيب كمية الحرارة التي فقدها الماء تساوي لنا الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال كتلة، ها هون الكمية اللي أنا بدي أوجدها، كمية المفقودة للماء، الكتلة، كتلة الماء كم كانت عندي؟ أعطيني إياه، هو 75 بالألف ضرب الحرارة النوعية للماء بنعرفها 4200 ضرب دلتا دال للماء اللي هي 72 ناقص 64، 72 ناقص 64 وتساوي لنا هون 2520 جول. بكمل الفرع الثاني، حاكي لي بده كتلة الإناء الداخلي للمسعر. طيب كتلة الإناء الداخلي للمسعر احنا بنعرف انه كمية الحرارة اللي فقدها الماء هي نفسها كمية الحرارة اللي اكتسبها المسعر، فبحكي كمية الحرارة اللي اكتسبها المسعر تساوي لنا الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال. الآن شو بحكي؟ بحكي كمية الحرارة اللي هي 2520 تساوي لنا، تمام، الكتلة، كتلة مش عندي أنا بدي أوجدها، ضرب الحرارة النوعية، الحرارة النوعية لمين؟ هو حاكي لي أصلاً المسعر مصنوع من الألمنيوم، إذا هي الحرارة النوعية للألمنيوم اللي هي 900، تمام، ضرب دلتا دال للمسعر، دلتا دال اللي هي 64 ناقص 29. الآن خلص كل هم معلومات عندي، ضايل عندي بس رياضيات عشان أطلع كاف. هون تطلع عندي 2000 تمام و 520 تساوي لنا كاف ضرب 900 ضرب 64 ناقص 29، تطلع عندي 3000 أو 31500.
طيب الآن ما بدي أي شيء موجود عند كاف، فبقسم عليه 31500 هون 31500، بتطلع عندي كاف تساوي لنا 8% كيلوغرام، هي نفسها 80 غرام. يعني تركتها هيك ولا تركتها هيك صح، بس الأصح أنك تتركها بهذا الشكل. أنا ليش كتبت لك إياها 80 غرام؟ لأنه هو أصلاً كان معطيني الكتلة بالغرام، لكن المفروض حولها لكيلو غرام. نيجي على مثال 6-8 صفحة 58، حكي لمسعر معزول فيه كمية من الماء كتلتها 100 غرام. طيب عندي كتلة الماء تساوي لنا 100 غرام وتساوي لنا 1/10 كيلوغرام بعد ما أقسم على 1000. طيب ودرجة حرارتها 21 سلسيوس، يعني درجة حرارة الكمية هاي من الماء، يعني درجة حرارة الماء تمام الأولى تساوي لنا 21 سلسيوس. وضعت فيه قطعة ساخنة من النحاس كتلتها كتلة النحاس تمام، شو بتساوي لنا 50 غرام وتساوي لنا 5% كيلوغرام كما في الشكل هون. فاتزن النظام عند درجة حرارة 36، درجة حرارة 36 يعني اثنين هم درجة حرارتهم النهائية 36، يعني هون دال اثنين للماء تساوي لنا 36 سلسيوس، ودال اثنين للنحاس تساوي لنا 36 سلسيوس. مهم للتأثير المساعد احسب درجة حرارة قطعة النحاس قبل تبريدها، يعني قبل ما ان نحطها في الوعاء او المسعر. طيب نحكي هون صار عندي اتزان، اتزان يعني كمية حرارة مكتسبة تساوي لنا كمية حرارة مفقودة. حلو، يعني كتلة ضرب حانون ضرب دلتا دال تساوي لنا كتلة ضرب حانون ضرب دلتا دال. الآن كمية الحرارة المكتسبة لمين؟ للماء. كمية الحرارة المفقودة لمين؟ للنحاس. عشان أعرف أحط الكتلات الكتل والحرارة النوعية بشكل صحيح. طيب كتلة المي 1/10 ضرب الحرارة النوعية إلها 4200 ضرب دلتا دال اللي هي 36 ناقص 21، مش حكينا هاي الثانية هاي الأولى، تساوي لنا كتلة النحاس اللي هي 5% ضرب حرارة النوعية للنحاس اللي هي 400 ضرب، أنا بدي أوجد الحرارة اللي هي دال ناقص 36، بدي أوجد قبل التبريد تمام اللي هي دال ناقص 36. الآن بكمل بحكي هون عندي 3600 تساوي لنا، بضرب 5% ضرب 400 اللي هي تصير 20، وبدخلها على القوس بتصير 20 دال ناقص 720. طيب هون بدي أمسك هاي أنقلها هناك، بتصير 3600 زائد 720 تساوي لنا 20 دال، تطلع عندي على 20 على 20، ومنه دال تساوي لنا 351 سلسيوس. إذا هذه هي درجة حرارة النحاس قبل التبريد. تطبيقات الاتزان الحراري، منها من تطبيقات الاتزان الحراري هو ميزان الحرارة، وإحنا عرفنا في الدروس السابقة كيف ميزان الحرارة بيعمل. حكي لتكون كمية الزئبق أو الكحول داخل الميزان قليلة جدا تمام، لأن ليش قليلة جدا؟ لأن الحرارة النوعية للزئبق قليلة، فيحدث الاتزان الحراري بعد فترة من الزمن، ويستخدم ذلك لمعرفة قياس درجة حرارة الميزان، ويكون سمك جدار رقيقا، أي جدار؟ الجدار اللي هو المحيط بالخزان اللي بيكون محطوط فيه الزئبق، حتى ينقل الحرارة من المادة إلى المستودع الخاص بالميزان بسرعة ونحصل على قراءة فورية. يعني أنا بيكون عندي
ميزان الحرارة، وإحنا عرفنا إنه ميزان الحرارة له خزان. هذا الخزان لما نحطه مثلا، إحنا دائما لما نقيس درجة حرارة الإنسان خليه تحت اللسان، تمام؟ بالعادي في أماكن أخرى، لكن المتعارف عليه هو اللسان. لما نخليه تحت اللسان شو اللي بيصير؟ تنتقل درجة الحرارة، أكيد راح يكون درجة حرارة جسم الإنسان هي الأعلى ودرجة حرارة الميزان هي الأقل، فبتنتقل درجة الحرارة من جسم الإنسان للميزان، فبتمدد الزئبق داخل الميزان. فشو اللي بيصير؟ بيصير بعد فترة من الزمن اتزان حراري بين الزئبق وهو الميزان الحراري وجسم الإنسان أو المنطقة اللي هي مين تحت اللسان في جسم الإنسان، وبنقرأ من خلالها القراءة في ميزان الحرارة. سؤال صفحة 59، حاكي لي ما علاقة قطر الأنبوب الشعري بدقة تدريج؟ يعني هو هذا الأنبوب قطره يعني عرضه، مثل ما بنعرف القطر هو على شكل دائرة، تمام؟ ناقش زملائك في ذلك. طيب نحكي، كل ما كان قطر الأنبوب الشعري صغيرا زاد معدل الارتفاع في مستوى الزئبق. ليش؟ لأنه إحنا قاعدين بنضيق عليه، فلما نضيق عليه بيرتفع أكثر وبزيد معدل الارتفاع في مستوى الزئبق مهما كان الاختلاف في درجات الحرارة والتمدد صغيرين. نيجي على مراجعة الدرس صفحة 61، حاكينا في السؤال الأول لماذا تظهر النتائج التجريبية، لماذا تظهر النتائج التجريبية أن كمية الحرارة المكتسبة أقل من كمية الحرارة المفقودة في تجارب المخاليط الحرارية؟ ليش؟ لأنه عازل الأنظمة الحرارية ما بيكون بشكل تام، إحنا هون بناخذ بس بشكل نظري، لكن في الحقيقة بيكون في تأثير من الوسط المحيط، فبتنتقل جزء من الطاقة الحرارية إلى الوسط المحيط ويفقد من المخلوط حتى لو كان النظام مغلق. يعني ما في نظام مغلق خلص بيظل حار أو ساخن، مثلا لو سخنت مثلا أنا مي وغطيتها بشكل محكم مستحيل تظلها انها ساخنة بنفس درجة الحرارة للأبد، إلا تفقد جزء من درجة الحرارة، وهذا الشيء بيكون بشكل عملي في حياتنا العملية. السؤال الثاني حاكي لفسر عدم حدوث تغير في درجة الحرارة الوسط المحيط عندما تنتقل الحرارة إليه من النظام المفتوح. ليش؟ لأنه الوسط المحيط بيكون كبير كثير مقارنة بالنظام اللي أنا حاطه هون عندي، تمام؟ فأنا لما أخلي مثلا كاسة شاي تخيل في غرفة، هل ممكن أنه كاسة الشاي هاي تسخن لي الغرفة؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه كمية الحرارة الموجودة في كاسة الشاي مقارنة بكمية الحرارة الموجودة في الغرفة جدا قليلة، لأن الوسط المحيط يكون كبيرا ويحتاج هذا الوسط إلى كمية حرارة كبيرة جدا حتى ترتفع درجة حرارته، في حين أن كمية الحرارة المفقودة تكون محدودة وقليلة. السؤال الثالث تفكير ناقد، هون حاكي لي السؤال الثالث يشبه أسئلة الاختبارات الدولية. طيب ما علينا، حاكي لي صنف الأنظمة الحرارية الآتية إلى مفتوحة أو مغلقة. قطعة حديد ساخنة في الهواء، أكيد مبين مفتوح. طيب مجمدة الثلاجة اللي هو البراد تبع الثلاجة، نظام حراري مغلق مبين. تيرموس بكون مملوءة بقهوة ساخنة، أكيد نظام مغلق. كأس ماء مثلج على الطاولة مكشوف يعني مفتوح، نظام مفتوح. قدرا فوق النار، أكيد نظام مفتوح. وهيك بنكون خلصنا الدرس، بتمنى أنكم استفدتوا على الشرح وفهمتوا علي، بتمنى لكم التوفيق والله يعطيكم العافية.